أهلا بكم. أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي زيارة ميدانية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة. خلال الزيارة تفقد وزير قطاع الأعمال العام خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخراً، كما أكد على اهتمام الدولة الكبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها ضمن خطة دعم وتعميق الصناعة الوطنية. وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بتحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة ودفع العمل بمشروعات الترفيق الأراضي السكنية والصناعية لزيادة الفرص الاستثمارية. وخلال متابعته سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وموقف مشروعات المرافق بعدد من مدن الصعيد الجديدة، وجه وزير الإسكان بضرورة الارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة لا سيما بمدن الصعيد وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك. شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بصفتها رئيسا مشاركا بحضور عدد من مسؤولي المنتدى. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى دافوس، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة. وأكدت المشاط أهمية شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بالإنتاج الحيواني بما فيها إنتاج الألبان لضمان جودتها لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان لوضع التصورات المستقبلية وسبل النهوض بالإنتاج وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعة. تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة للنهوض بالإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5% مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 63% لتصل إلى 79 دولارا و66 سنتا للبرميل عند تسوية. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 85% لتصل إلى 76 دولارا و84 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 49% لتسجل دولارين و34 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل دولارين و14 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أصدرتها الجامعية الصينية لمصنعي السيارات أن صناعة السيارات بالصين أخذت منحنى صعودياً، حيث زاد إنتاجها ومبيعاتها من السيارات بشكل مضطرد في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. ووفقاً للبيانات فقد بلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين من شهر يناير إلى شهر يوليو من العام الحالي ما يقرب من 16.18 مليون وحدة بزيادة 3.4% على أساس سنوي. من ناحية أخرى ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة إلى أكثر من 5.91 مليون وحدة بزيادة 28.8% على أساس سنوي.
توقع البنك المركزي الفرنسي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 35% على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري بفض دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية. من المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأولمبية ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو بفض زيادة مؤقتة في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات مرتبطة بالمنافسات.